لما كنت بتغيب عني يوم كنت بتوحشني. شوف بقى ال7 سنين ممكن تعمل فيا ايه. شوف بقى وحشني قد ايه. يالا يا ترى وحشتك زي ما وحشتني؟ وحشتك زي ما وحشتني ما انت انت وانت عاملة ايه؟ مبروك. ده التاني ولا التالت؟ اهو عندك اسأليه. لسه ممحونة زي ما انت. انت عايزة ايه يا غالي؟ اخرسي يا بت، اخرسي يا بت. مش هخرس. انت عايزة ايه؟ عايزة اعرف عملتي فيا كده ليه؟ عملتي فيا كده ليه؟ فوق يام انت اللي عملتي في نفسك. وهي كمان تكوني فاكره نفسك ضحيه وجايه تنتقمي. لا فوقي. صابر ده قبل ما يبقى معاكي كان معايا، قبل ما يبقى بتاعك كان بتاعي. أنا كنت بزوقك بإيديا عشان تقعدي جنبه على الكوشة، وفضلت ساكتة 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 ساكتة. سيبتي طول عمرك أنانية ما تفكريش غير في نفسك. وقت قتل الحاج راضي صابر كان جوزي. عارفة كنت أنت اللي في النور ليه؟ عارفة أنت كنت في النور وأنا في الضلمة ليه؟ عشان كنت بتشتري بفلوسك. عشان وسخ وأنت كنت بتشتري بفلوسك. تقفلي بقك وما تفتحيهوش خالص. انت عايزه ايه؟ عايزه اللي في بطنك. مالكيش دعوه بالراجل. مالكيش دعوه بالراجل. انا هاخد اللي في بطنك وانت تاخدي صابر. لا خدي انت صابر او عندك اوسخ من انا هاخد اللي في بطنك وانت تاخدي صابر. ايه رايك بقى؟ سيب اللي في بطني يا غاليه. سيب اللي في بطني. هقتلك قبل ما تيجي جنب اللي في بطني. شيل ايدك من على بطني يا غاليه. شيل ايدك من على بطني. اوه فاكر اللي في بطني؟ فاكر اللي في بطني يالا؟ فاكره ولا مش فاكره؟ فاكر لما دخلتني السجن وانا عامل؟ فاكر لما شعرت على يا دور؟ فاكر ولا مش فاكر؟ فاكر ولا مش فاكر يالا ما ترنته؟ فاكر ولا مش فاكر يالا؟ مش فاكر. معلش معلش. لا سامحيني يا غالي والنبي. سامحيني والنبي والنبي. سامحيني والنبي. ربنا اللي خلاني ما كان قصدي. والله العظيم ما كان قصدي. هي السبب، هي السبب، هي اللي عملت كل حاجه. يا جبان يا واسك. بسك اسكتي خالص يا جبان. اسكتي. يعني اليوم اللي شفناكي فيه والله العظيم هي السبب. قول لها ان انت كنت بتقولي ان انت معاها عشان خاطر الفلوس. تخرس خالص. ما تفتحش بقك. بقك ما تفتحوش. ما سألتنيش اسم الواد ايه؟ ما سألتنيش الواد كده اسمه ايه؟ كان؟ كان اسمه سعيد. كان؟ مدخل المؤسسة. سامحيني قدامي والله العظيم ما كان قصدي. مؤسسة والله والله. بعد بعيد عن حضني. ما شفتوش. ما شفتوش. ما شفتوش.
كان فضل عايش كنت سامحتكم انتوا الاثنين، سبتكم تعيشوا. نعيش 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 نعيش. لكن الواد مات، مات بعيد عن حضنه. هعمل ايه بقى يا صابر؟ اقدركم انتوا الاتنين؟ ايش كنت حاسبكم انتوا الاثنين؟ فضل عايش كنت حاسبكم انتوا الاثنين. لا لا يا غالية جميلة، لا لا كنت عايش عشانه. بس اعمل ايه بقى؟ أقدركم. أقدرك يا صابر. أقدرك يا يا عم. الثاني قال يا عم الصفر.